يلا وتجي وانا قاعد. هلا 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 اموت عليك بابا. وين شنت؟ والله لو تدري وين شنت. اتونس ايش ماله شارو؟ ما شارو تدري التجار كل شيء الى حد ايش ناشرين علي بالفيسبوك. إيه انتوا هسه ملتهين بهاي مال الفيسبوك والهاي. خل اخذ صوره سيلفي وياك. اسمعني داعتي وياك انا ابوك وانا ابنك. انا من كنت صغير من كنت شاب نحكي ويا ابويا ما اقدر ابوا بعيونه ادنق من احكي وياه. مو انا غير اخويا الكبير من ادنق. شلون انت هسه كنت ماخذ راحتك وهذا؟ مو انا ابو عليك لان انت حلو. اي وانا احبك. وراح تبقى هالشكل؟ راح ابقى هالشكل. شو السبب؟ تبقى هالشكل؟ تضربني؟ شلون الدور هذا؟ زين هذا خلنا نبدله. بدله. شو بدله؟ انت تجي انا ايه؟ انا بالدكان على اساس زين اقدر ادخل بالدكان. يلا ايه ادخل. يلا 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 انا بالدكان زين. كاميرتي صارت هاي وانت دزت ايش كاميرتك زين. تجي من هناك ايه؟ تطلب من فلوس على اساس ايه زين وتطالب بالدين. يلا يلا. هم اسمك محمد. اوكي. اوه هذا هم اجى. لقيتك. مو قلت لك القاك القاك. هسه تعطيني فلوس. انت شو تطلبني؟ ها؟ تطلبني فلوس؟ تنكرن علي؟ فلوس تعطيني اياهن وداحكي وياك بمحبه وانت رجال كبير والشيب تاس راسك، اعطيني فلوس خلاص. ابويا ما تطلبني. شنو ما خلاص؟ اطلع لك. مو حرام؟ وانت رجال كبير. اسمعني يا ابني. اذا عندك مستمسك علي كاتب لك ورقه انا بالفلوس. لو انت بكيفك تقول اطلبك وهي انا اطلبك والله فوقك. ما تطلبني. اعطيني فلوسي خليها وراها. ما تطلبني. ما تطلبني. ما تطلبني. اضرب بسرعه عادي. دمرتني. حتى ما استلمت.